يقول شغله. لا بس في كلمه ابو فهد حول 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 انا عارف ان النصر مش بالمحور، بس ابو فهد طرح محور وطرح نقطه يعني اظهر وكانه انا يعني يعني ربما اقف ضد عمل الاستاذ سعود السويلم، هذا غير صحيح. اولا الاستاذ سعود السويلم غرد، ما ادري ابو فهد قراها ولا ما قراها، تغريدتين اقراها؟ لا لا تغريدتين، بس انا ابغى اوضحها. انا ما يعني انا مش قضيه التوضيح، اذا الاستاذ طارق سمح، انا مش قضيه التوضيح لانه يقول ابغى ارجع لك والعاد يرجع، انا مش قضيه التوضيح. انا قضيتي تبي التغريده يا طارق؟ انا شفتها في التلفزيون، التغريده موجوده. انا اقرا المشهد، احنا اخذنا الخبر امس على فكره. ايه اقرا المشهد على الارض. لا التغريده 4 الفجر، الاستاذ سعود السويلم قبل التغريده يا ابو فهد كان الموضوع عندنا هنا في الخيمه. اي لا ناقشته موضوع اللجنه العاجله صحيح لهيئه الرقابه والتحقيق. نجي عند تغريدتين الاستاذ سعود السويلم، والحقيقه انا خليني هنا من هالمكان يعني اشكر جدا جدا سعود السويلم على شفافيته ووضوحه مع الجمهور النصراوي. رجل لم يكن يعني انفعاليا عاطفيا في حالة النصر، كان واقعيا مدركا، ورجل بتقليدتين يعني لا صرح ولا تحدث للقنوات ولا للبرامج ولا للإذاعات ولا للصحف، رجل بتقليدتين قال يعني سنبذل كل جهد لنجاح النصر، لكن أبغى أقول لكم ترى فيه القضايا المنظورة يعني ربما فيها حل، أما القضايا اللي صدر فيها حكم قال قد يس وبين قوسين حطها قد تتسبب في عقوبات. عقوبات هذه قراءة واضحة. أنا أقول ليش الكلام هذا، بس أعتذر أخوي فواز بس طالب، بس بجي يعني أختم المشهد. النصر فيه خطابين، خطاب عاطفي لا يعطي الجمهور الصورة الحقيقية، ومن يتبنى هذا الخطاب هو الأستاذ سلمان المالك بكل أسف، وهو من ضمن جسم الإدارة النصراوية. سلمان المالك في آخر حواره قبل فترة قبل أيام يعني أعطى الجمهور النصراوي حالة من التفاؤل إلى أعلى مستويات، هذه الحالة وصلها إلى السقف، ربما أعلى من السقف، وربما أبو فهد يسير في هذا الاتجاه، اتجاه وبكل فخر أي يعني حقك وبكل فخر حقك تسير في اتجاه الأستاذ سلمان المالك اللي هو رجل يعني هو من جسم الإدارة، لكن أنا أمام خطاب عقلاني واقعي خاطب الجمهور بواقعية وعقلانية، وأمام خطاب عاطفي ما كان خطاب يتلمس حاجة النصر، وأنا بالتالي أقول أنه ما ينفع في النصر على الخطابين، الخطاب اللي تبناه الأستاذ سلمان المالك والخطاب اللي شفناه أمس بالأستاذ سعود السويلم ما ينفع في النصر. بس ايش درك هذه يمكن سياسه الاداره؟ يعني انا وجهه نظري يمكن يعني واحد يشد واحد يرخي. لا 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 ما لها علاقه بالشد والرخي، كل شيء ممكن. لا لا, لا, لا ما لها علاقه، هي ابو زياد هي ما لها علاقه بالشد والرخي، هي انت امام شخص يرى انه كل شيء وردي في النصر مقبل ايوه، وشخص لا بين يديه ملفات وبين يديه قضايا وبين يديه مشروع. طيب بس ممكن دقيقه ترى لا لا بس مين اطلق؟ متى اطلق على مكان رئيس صح؟ لا حتى اخر الحوار. طيب لما كان نائب الرئيس ومش جايين الدور. بس بقول شغله ترى احنا اليوم 12 ابريل ختام الدوري ان شاء الله اليوم باذن الله تعالى، بعدها بيوم نحتفل ان شاء الله بالبطل، ويعني يوم يوم ونعيش الاجواء. بعدين عندنا شهر كامل تقريبا لين كاس الملك بس ما في مواضيع الا اللي حصل في الدوري، فلذلك لا تدخلوني في النصر كثير. أنا عارف وتتعمقون. أنا عارف عندنا قضايا كثيره نناقشها بعدين. انا ارجوكم بس بختم انا يعني اطلع حلقه ولا اطلع كل يوم، وان شاء الله سلمان الملك راح يكون مع الاستاذ سلمان الملك حيكون معنا يوم في الخيمه ان شاء الله. تفضل ابو فهد من يعني من اجمل الشخصيات على فكره. طيب وعلى الصعيد الشخصي قفل جزئيتك عشان بيرد سعود عليك. اقفل جزئيتي، لا يمكن ولا يليق ابدا في النصر ان يكون هناك خطابين متناقضين، خطاب لا يعطي الحقيقة للجمهور النصراوي وهو خطاب صادر من النائب الرئيس العام المشرف العام على كرة القدم الأستاذ سلمان المالك، وخطاب أنا أشوفه هو الخطاب الصح، خطاب دقيق عقلاني واقعي مختصر مباشر. يا جماعة الخير ترى النصر عنده مشاكل كبيرة. طيب. عنده قضايا متراكمة، قد نتعرض لعقوبات، لدينا ملف الآن حنا لهيئة الرقابة لهيئة الرياضة، هيئة الرياضة طبعا حيل لهيئة شكلت لجنة لحالة هيئة الرقابة والتحقيق. أنا أتمنى لأبو فهد، أبو فهد أن يفصل الآن، كان رئيس للنصر في 3 شهور كانت له مطلق الحرية في إطلاق التصريحات التي يريد ماشي. الآن موقع سلمان المالك أتمنى عليه أن يحد
من التصريحات أن يلتزم بالإطار الفني لعمله كمشرف عام على كرة القدم أو الفريق الأول. واضح. وعلى نائب ذا. أتمنى من جمهور النصر كله أن يقف إلى جانب سعود السويري في هذا الخطاب. طيب. خطاب الشفافية، خطاب الوضوح، خطاب الصراحة. الله يسامحك يا تركي.